تفاقمت أزمة الكهرباء هذه الأيام، مما زاد من نقمة المواطن على الحكومة في ظل ارتفاع الملحوظ لأجور الكهرباء ومعاناة المواطنين الذين باتوا في حيرة من أمرهم جراء جائحة كورونا وحظر التجوال والبقاء في المنزل وغياب التيار الكهربائي، بزيادة القطع لساعات طويلة والتذبذب في الفولتية والأجور عالية. موضوع الكهرباء أنا أقول لك عليها زفت. كل رأس شهر تجي، ذاك الشهر جتني 38 وعلى طلب بطالة قاعدين، كل شو ماكو، وشوارعنا ما تنمشي. اي هذا الشهر اليوم صار شهرين احنا عاصين بالمبالغ، ما نعطيها، ما عندنا منين نعطي. فيما اكد اخرون بان جبايه اجور الكهرباء تعتمد على المزاجيه بدون الرجوع للمقياس، وانما تاتي القوائم جاهزه على نوعيه وضخامه بناء الدور وتوجيهات المهندس المسؤول حسب الاهالي، ناهيك عن اختيار الجبايه على اسس مناطقيه. مره 20، مره 28، مره 30، يعني ما تعرف شلون، لا قياس ولا مقياس، اقول له طوب ما يقيس، واقف بالباب ومكاتبها ومحضره. اي هاي الوصل هيانا بيدي. وشو يقول لك على الجديد؟ شو يقول؟ يقول احنا البيت اللي نشوفه هن بلوكات ولا بخين، يقول البيت اللي نشوفه احنا كبير، المدير المهندس يقول سجلوا عليه هواي. فيما طالبت شخصيات سياسيه سابقه رئاسه الوزراء بفتح ملف الكهرباء وشبهات الفساد والمتورطين الذي أثر سلبا على المواطن من خلال رفع أجور الكهرباء بدون الرجوع للمقاييس، وهذا مخالف للقانون بحد ذاته. سرقت ونهبت أموال من خلال الصرف، من خلال موازنة على هذا الملف، لكن مع الأسف الشديد لا زال الكثير هو حر من هو متورط في هذا الملف، ينعكس سلبا على استقرار البلد وينعكس سلبا على الملف الأمني. هناك تذمر من المواطن العراقي حول عدم وجود كهرباء. المشاريع الفاسدة وسرقة الأموال المخصصة لها دون حساب أو عقاب، ولا عودة للتيار الكهربائي إلا بالقضاء على الفساد والمتورطين بهذا الملف حسب الأهالي. وتحسين الكهرباء يعني إنهاء وجود المافيات ومن يعرقل عودة التيار الكهربائي، وهو أمر مستحيل في ظل وجود مافيات الفساد. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.